هذه كنيسة لم تهدها رياح، وإن عبرت أحياناً في قلبها، كنيسة مارمارون. هنا عناية حيث مار شربل تلميذ مارمارون البار. يجلس مار شربل وحيداً أمام محبسته وأشيائه المقدسة. هو ابن مارمارون ذاك الناسك الذي شق درب الموارنة في لبنان والعالم في وعر الاضطهاد، ونشر تلاميذه في الدنيا تماماً على خطى الرب يسوع. 9 شباط عيده، هكذا شاءت الكنيسة منذ سنوات طوال، وبهذا اليوم نحتفل في كل الكنائس والأديار. لكن ما لم تشأه الكنيسة ولم تتوقعه بالتأكيد أن تتحول المارونية إلى لعنة السياسة عند البعض. لو يأتي القديس الآن إلى حيث انطلق تلامذته وحيث صنع ثورته، ثورة الحب في قلب جبال لبنان ووديانه، ماذا يقول عن الكثير من الموارنة الذين يحملون اسمه وباسمه يضطهدون لبنان والطائفة؟ مارمارون عاش في الهواء الطلق غير آبه بغضب الطبيعة، وعندما تشتد وطأة العواصف كان يلجأ إلى خيمة صغيرة مصنوعة من جلد الماعز نصبها قرب إحدى الكنائس، ورغم اشتداد الرياح العاتية والعواصف لم يتمكن جبروت الطبيعة يوماً من النيل من تواضع الناسك المؤمن. ماذا تبقى من مارمارون في الموارنة؟